الحصة الوحيدة اللي تعدي الموسيقى البديلة، الحصة الوحيدة في تونس في العالم العربي. اليوم في الساعة الأولانية عنا ضيوف من عمان من الأردن، آخر زفير، آخر زفير معنا اللي منزلوا كيخرجوا ألبوم جديد. الألبوم هذا اسمه ثعبان، وسمعنا منه أول أغنية اللي هي اسمها تصبيريه. نمشيو ديريكت العمان باش نتلاقاو مع عمر اللي هو يعزف ليد جيتار، عنا سيدة باسم اللي هو يغني ويعزف سيدة على الجيتار، وعنا سيدة الرامي اللي هو يعزف على آلة الباس. دونك أهلا بكم الأولاد، السلام عليكم. يا هلا، عسلامة، شو أحوالكم لاباس؟ لا لا سمعت يظل لي باش نفهم بعضنا، دونك ابارمون تفهموا بالتونسي مريقلين. عم نحاول احنا. اوكي، اذا كان فما حاجه ما فهمتوهاش قولوا لي وانا نعطي نتكلم بشويه. باهي اوكي، دونك انا فرحان ياسر 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 انتم معايا اليوم في الليل. انا وقت اللي سمعت الالبوم تاعكم ثعبان انبهرت، قلت واو، روك عربي، وخاصة الأغنية اللي من بعد باش نسمعوها شخصي الدائم ذيك النعطة هذه، كانت أول أغنية اكتشفتها متاع آخر زفير في الألبوم هذا. وتصبيري اللي هي نجم نقوله واحدة من الأغاني المفضلة متاعي على خاطر السبيريت تروك اللي فيها. دونك مرحبا بكم. مرحبتين، أهلا فيك. واضح يا سربي، باش نبدأ ونعطى نقدموكم للمستمعين نتاعنا اللي في تونس يمكن ما يعرفوكمش، دونك اليوم فرصة باش يكتشفوا آخر زفير. نعرف اللي انتم بديتوا في عام 2007، نعطى ماكمش مش توا توا ملي بديتوا، نعطى قداش 2007 حتى اليوم 15 سنة. بس كيفاش كانت كيفاش لقيتوا من الأول، كيفاش كانت كيفاش تكون آخر زفير؟ سو بال 2007 انا سويت الباند مع اثنين ناس اصحابي، بيسكلي جيتارست ودرامر، وبلشنا نسجل وبلشنا نسوي ريليسز يعني. بس انا اضطريت اسافر، وبس رجعت من السفر رامي انضم للباند، وبعديها عمرو بال 2018. فمن وقتها احنا يعني ستدي، يعني الفورم هاي موجوده من 5 سنين، وطلعنا 2 ألبومز بهاي الفورم يعني. انتم ثلاثة كاو في آخر زفير، ما عندكمش عازف على آلة البطرية؟ البطرية لا، في مسيس مرديروسيان هو آخر عازف درامز معنا، بس مسيس ترك الباند، ففي ميوزيشنز جداد راح يكونوا معنا. واضح ياسر، هذه معناتها مشكل من المشاكل تاع المجموعات سواء في تونس او حتى في العالم، معناتها اللي طول النفس طول النفس معناتها نتاع العازفين اللي معناتها ما ينعش علاش في وقت من الايام ما عادش يامنوا بالبان، ما عادش يامنوا بالتجربه، ونعطى يتعداوا لحياه اخرى يعني. هو حسب، بس يعني مرات الوضع يعني بتلاقي الشغل بمحل لازم تسافر له وتترك البلد وتترك الباند يعني. مش دائما الموضوع له خاص بالموسيقى اكثر من وضع الدنيا سبيشلي هلا يعني. واضح ياسر. بي دونك دوما ثلاثه نعطى يذولي نعطى كنتوا موجودين وسجلتوا اخر البوم ثعبان اللي خرج سنه في عام 2022. كيفاش كانت الفكرة تاع الألبوم هذايا؟ هل حبيتوا نعطى تعملوا تنقل نوعي ما بين اللي خدمتوه قبل وفي الألبوم هذايا؟ يس، هذا الألبوم تسوى بفورم باند أكتر من الألبوم اللي قبلي. يعني أنا بكتب الأغاني يوجولي، ف الالبوم اللي قبله ام الموسيقى كان شغل بيني بين البروديوسر اكثر من شغل باند. واضح. بس بثعبان يعني الاغاني كانت مكتوبه، بس كل حدا حط من عنده كثير اكثر، فطلع بهذا الفورم، وطلع شوي رو اكثر، ليس بروديوسد واكثر ان يور فيس يعني. ما كان في بروديوسر يعني، كان الباند ممبرز يعني they produced
الشيء اللي نعمل يعني. yeah. واضح ياسر. دونك احنا اليوم كما قلنا من الاول باش نسمعوا برشا اغاني من هذا الالبوم. احكي لي على تصبيري، كيفاش كانت الفكره، منين جات الانفلونس تاع الريف تاع الجيتار وتاع الاغنيه؟ يعني هم كلهم ببلش اكوستيك بيسكلي، فاهم كيف؟ فكان كان الدون دون 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 بس كانت خفيفه يعني. آه. بعدين لما اخذناها باند كل حدا حط الريف تبعه يعني، وكبرت الاغنيه، بس هي اكستنشن للاغنيه الاصليه. واضح. فما فنان فرنساوي اسمه بيان على فيلي يقول لك اذا كان اغنيه نعتها كي تعزفها في جيتار اكوستيك تبدا نعتها كويسه، عارف اللي من بعد نعطي الأغنية تنجم تعمل توزيع اللي تحب عليها، الأغنية باش تكون باهي. شو الكلمات تاع تصبيري؟ احكي لي عليهم. الكلمات تاع تصبيري يعني هو كلمات عن علاقة، بيسكلي الواحد بيكون يعني واصل لهون زي ما يحكوا، كيف؟ هو الفيلينج اللي هو قبل الانفجار بشوية، تنشن للانفجار، تمام، بالكلمات وباللحن يعني. واضح. بس احنا نهتم باللحن أكثر، نهتم بالكلام. يس، معناتها اللحن وتوزيع يجي قبل الكلمات. مش بالضرورة. هاي. مش بالضرورة، بس يعني الباشن اكثر للحن، والكلام بيكون اكثر يعني شيء شخصي وشيء مش عام، شيء كل حدا بقدر يفسره على طريقته اكثر من انه قصه ومكتوبه ومفهومه يعني. واضح. اللي عجبني في الاغنيه دي نعطيها في كلمات تقول ليتس ميك سم حب، المزيج ما بين الانجليزي والعربي لقيته في معناتها في الجمله هذيك لقيتها خارق العاده. اوكي، تو باش نسمعوا غنيت مع مقني، كيفاش نجموا نعطى نقدموها للمستمعين؟ انا كيف نقدمها؟ هاي الاغنيه الجاي اسمها مع مقني، لاخر زفير من البوم ثعبان، اغنيه واحد بيستهزئ بنفسه كيف هو عميق يعني، لما تكون الأوفر اللي عميق بتصير يعني تنظر على حالك طريقة شوية. آخر سفير على ديوان فيم في جواجم في غنيت مع مقني من ألبوم ثعبان. شايفها أنها تكون كتير هذه هيك هابي، بس أول ما جيت ومع الباند وهيك خلص أخذنا ديسيجن أنه يكون كل الألبوم روكن رول زيادة شوي. شنو الانفلونس نتاعكم؟ جوز باش نعرف نعطيها مثلا انت عامر، شكون المجموعات اللي تسمعهم في الروك او في الميتال؟ يعني هو فتره يعني طبعا راديو بشكل اساسي يعني، بس عندك بالنسبه لي فتره النو ميتال ريج اجينست ذا ماشين، كورن، ديفتونز برضه نجمع هذا الموضوع، وطبعا البسكت بالنسبه لي يعني. اوكي، وانت عمر؟ انا باسم. ليه مشي ديرك يسار انا؟ ذكرامي ولا باسم؟ باسم. باسم. اوكي باسم. انا شوف انا يعني كنت تينيجر بالتسعينات، فهي نفس الست اللي كل حدا سمعها بالتسعينات على ام تي في على ام سي ام وكل هدول، فبس انا اكثر انفلونس هو نيرفانا نحكي، و ديفتونز، بلاسيبو، دومان كثير من تركيا، كثير انفلونس كبير، سليب نوت بقدر احكي انهم انفلونس، لانه طبعا احنا يعني وي جرول بالاغاني، خاصه يعني بلشنا بام الموسيقى، حطيت اغنيه فيها جرولينج اللي هو انك تصيح من 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 حنجرتك يعني، فالشيء بحبه وحلو طالع وراح نسويه اكثر، فهذا كله جاي من سليب نوت، من هذيك الشقه من نيو ميتال برضه زي ما حكى عم. واضح. ونوفي مع الليد الكتريك جيتار عمر. انا لا سامحني مع البيس رامي هون. رامي سامحني انا قلبت كل شيء، انا بنفس البيس بس اتس فاين. وانت رامي؟
هلا بالنسبة لي أنا كمان عاد يعني كل البانز أو المجموعات اللي حكوها برضو it plays يعني influence كبير بالنسبة لي، بس بضيف عليها ميوز مثلا. أوكي. ميوز هم من فرقي المفضلة يعني. ولا محلك يدخلوا لي بلاسيبو نعطى نفهم برشا، نعطى بديت نفهم بعض الاغاني كما مثلا مع مقني. اوكي الانفلونس نتاع تاع بلاسيبو موجوده سيده نعطى في فلاني هذا. ممكن جدير بالذكر يعني كمان ذا ستروكس واكتيك مونكيز والويف اللي بعدها الجديده اثرت شويه علينا كتفكير بالجيتارز والبرودكشن تاع الجيتارز، مش كانفلونس بس كساوند. كساوند الواحد لما حالا نعطى كي نفهم اللي نعطى انتم مغرومين برشا بالانجليش روك نعطى خاصة تاع التسعينات 2000-2010 كيما اي برا ستون روزز ارتيك مونكيز حكيت كيما هكا ميوز وازيس شوية لي لا انا بلور اكتر من وازيس. بلور اكتر من وازيس. اوكي على خاطر كي نسمع مثلا تصبيري التوزيع متاعها والريف متاعها نفهم كيما شسمه مثلا فما اغنيه تاع عزيز سمعتها ذكرتها لمحاله ماهوش نفس الريف اما التوزيع متاعها والكوتي رو كيما تقول انت نعطيها كان هو واضح ياسر توا غاب علي اسمع بي اوكي البروديوسر او الريكوردينج انجينير اللي كان معانا في ثعبان واشتغل مع اويسيس. يس هو ديف سكوت اشتغل على اول البوم كان ميكس انجينير على اول البوم لاويسيس اللي هو ديفينيتلي ميبي اي ثينك. لا واضح ياسر. اوكي كيفاش اخترتوه ديف سكوت؟ كيفاش كنت كيفاش تقابلتوا معاه؟ كيفاش تفاهمتوا معاه؟ او علاش اخترتوه هو بالذات؟ هو بالالبوم هذا كان الجيرني تاعت الانجينيرز كانت كبيره. الجيرني لونج جيرني كان كثير في ترايل اند ايرور باولها وبالاخر احنا وي نو ديف بالاردن واشتغلنا معاه في لايف كونسرتس واكتشفنا انه احسن خيار هو الخيار اللي قدامك كان يعني احنا بعدنا كثير رحنا اوفرسيز ورحنا يعني we tried to find international producers engineers بس بالاخر هو ديف اللي اعطانا اللي مندور عليه. واضح ياسر. و كيفاش تعرفتوا عليه انتم من الاصل؟ هو ديف يعني ديف is active بالسين الاردني يس كساوند انجينير وك لايف انجينير هو اشتغل معنا حفله ب 2019 اوكي بالاردن بعمان هون و يعني هو ديف من اكثر الريكوردينج او الريكوردينج سلاش لايف انجينيرز المعتمدين والتراستد في السين الاردني. يس واضح ياسر. هذه حاجه نرجعوا لها من بعد خاطر اذا كان عطى ديف مشى واستقر في الاردن معناتها فما شغل فما معناتها سين فما مجموعات تسجل فما برشا معناتها انتاج. اوف كورس يس يب اوكي دونك احنا توا باش نعملوا باش نسمعوا اغنيه اخرى الاغنيه اللي هي معناتها ماستر بيس نتاع تاع تاع ثعبان حسن نظري بتبيع الشخصي الدائم فيش نجمو اش نجم نقولوا عليها برضو شخص دائم أغنية عن هو حوار بين شاب وبنت في العهد عن كيف بده يكون البني آدم حدا بتمنى يكون البني آدم اللي قدامه لإله دائما يعني والحوار بمشي بالأغنية والدراما والإيموشنز كلها تمشي يعني القصة بتنحكى في الأغنية. هل التلحين معناتها شكون جاي الأولاني معناتها سجلت كتبت الكلمات مع اللحن او معناتها اللحن جاي قبل الكلمات؟ يجي اللحن اول لحن وبعدين اي بيست الكلام وبكتب القصه يعني بعد اللحن يعني بشخص الدائم يس بلشت لحن اكيد بلش باللحن. اوكي دونك جديد باللحن اما مهمه صعبه لما حال وقت اللي واحد يبدا باش النجم يضيف يلصق الكلمات على الموسيقى
وخاصة إذا كان يحب يحط كلمات معناتها عميقة وحلوة. يس بس ما فهمتش السؤال. ها أوكي واضح يس. أختي اللي عندك أنت الـ الكورتس متاع الغناء والتوزيع متاعها وكل شيء مريقل معناتها كل شيء مضبوط. وقت اللي باش تضيف الكلمات على اغنيه ديجا نعتها ملحنها حاجه سايبه باش نعتها تنجم تكتب كلمات اللي هما فيهم عمق وكلمات اللي فيهم معناتها وكلمات جميله على اغنيه ديجا نعتها ديجا ملحنها باش تلقى الواحد كيفاش باش تغني وكيفاش باش الواحد نعطى بس هلا وبدي احكي يعني هلا وانا بكتب الكورت بيكون زي 30% من الكلام يعني هو سكاتينج دندن فهمت دندن وانا بدندن يوجولي مخك هو بيحكي لك شو الكلمات المناسبه او الثيم ومن هناك يعني كثير من الكلام الموجود بالاغنيه هو جد بيكون اول شيء انا حكيه وانا بدندن فاهم كيف والكلمه هاي بركب عليها الجمله بعدين الثيم بعدين بس يعني انت بتحكي جد 30% 40% بكون انا فاهم شو الفيلينج تبع الاغنيه شو الثيم وشو الموضوع شويه يعني اكشلي عن هذا الموضوع تحديدا في فيديو نزلناه مره على يوتيوب يس وباسم بيكتب بغشاش اغنيه لنا برضو مبين فيها بالضبط الدندن اللي بيعملها علشان يوصل actually, للكلام غشاش اغنيه طلعناها قبل 3 سنين وبلشت انه عمر كان عنده 3 كوردز بده ياخذهم بمكان فقلت له تعال على البيت وصورنا السيشن كيف كتبنا الاغنيه من الصفر للنهايه وكثير بدندن كلام كله راح على الفاينل برودكت يعني ولا ياسر انتم تسمعوا في ديوان اف ام هذه جواجم ضيوفنا هما اخر زفير ونسمعوا الشخص الدائم لانه اصلا بصراحه يعني الروك سين في المنطقه هلا في روك بانز موجود بكل مكان بس بالشكل اللي طلع من الاردن ما في لانه بدري كتير طلع من زمان يعني كل هاي البانز موجوده كتير من زمان كيف مش انه دخلوا على سين في عندك فترة أصلاً قبل فترة الالترنتيف هاي اللي احنا فيها في عندك فترة ميراج وفي عندك فترة بلاك آيريس هدول برضو روك بانز كانوا بالميد ايتيز للميد ناينتيز تقريباً كانوا هو عمان يجري فيها هذا الاشي يس بعرفش ليش بس عمان بتطلع روك صح عليش نسمع روك كثير اي ثينك هو هذا الاغلب اللي بيعزفوا روك بهذا الوقت كانوا بفتره من 2007 2006 2008 كلهم بيعزفوا مثل يعني عاده انا اطلع على اغلب الميوزيشنز اللي موجودين بالروك سين حاليا طالعين من 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 ميتال سين يعني زمان بال 2010 كان الميتال سين كبير من الاردن قبل حتى وقبل شوي اول لا بالاول 2000 حتى كان في ميتال سين في الاردن كان في باند بتسوي كوفر سونجز كثير لكل شيء موجود وقتها هدول برضو I think لما هو هي زي الشرارة إذا بتبلش بصير generation ورا generation وبكبر الموضوع بصير personalized أكتر بصير الناس يكتبوا الأغاني بدل ما يصيروا covers and so on يعني هل روكسين مدعومة ونعطى في الميديا في الأردن نعطى الأغاني متاعكم والأغاني تاع جدل تاع دوسرا تاع المربع قاعدين يتعداو في الإذاعات نتفهم حسا كيما جواجم في الأردن شوف بصير أحكي بس عن هالموضوع إنه ما في دعم ما في أي شكل دعم لا إنديبندنت ولا لروكسين يعني هو الإشي إذا إشي بصير ترندي بروح على الراديو إذا ما بصير ترندي ما بروح على الراديو واضح. ما له خص بالكواليتي كيف بس هذا هو يعني زفير إذا راحت على الراديو راحت عشان إشي ترندي من زفير راح على الراديو واضح يعني بس ما في عندك هذا اللي هو شو صار جديد هاي السنه من الاردن شو البانز طلعت البومز حدا يسوي لها اي بلاتفورم طلعها بهاي الطريقه اي حدا يحكي عنها بهاي الطريقه لا ما في يعني انت بالاردن كلياتها في راديو واحد بيعمل اندر جراوند ميوزك مدتها حتى الفقره كلها بتكون مدتها ساعه او yeah. وكصحافه يعني صحافه مثلا مصر بكتبوا اكثر عن السين من الاردن يعني كيف؟ فلا ما هو مش ما في هالدعم بس انه
هذا ما له خص بوجود أو عدم وجود الباند. واضح. والحفلات نعطى في نعطى فما فما عديد من الحفلات كونسرت متاعكم وتاع المجموعات الأخرين في في عمان. هلا السين تاع الكونسرت والحفلات اختلف شوي بعد كورونا. واضح. صار متوجه شوي للبوب. هو لسه موجود يعني هلا عم ب 2022 بلش يرجع أكتر. بس يعني مرت الفترة الماضية سنتين الماضيين كان أغلب الناس اللي هم التيك توك بوب أرتست اللي they get viral online ويعني بوب هيب هوب راب تراب العربي الجديد الدارج هو هذا اللي طلع من وقت الكوارنتين بالأردن اللي صار أو بالميدل إيست تقريبا بلش يختلف توجه الناس للميوزك. يعني اللي كان يسمع underground rock ب 2018 2019 أغلبهم التينيجرز اللي بنفس العمر هلأ صاروا يسمعوا pop أو trap أو hip hop الأشياء الناس الجديد ويف الجديد. لو مثلا أنتم آخر زفير قديش عملتوا من حفلة سنة في الأردن في عام 22 مثلا؟ لا احنا ب 2002 اخر حفله سويناها كانت في شهر 10 2021 شهر 10 2021 سويناها بمسرح الزمالك بمصر ومن بعديها ما طلعنا ولا شو. هو الفوكس شوي هلا على التسجيل يعني اكثر في اغاني كثير في كومينج اب. كان في فوكس هاي السنه اصلا يعني من اوليتها كنا بنشتغل على ثعبان لانه في ثعبان برضه كباكيج كالبوم كارت وورك كفيديو كليبس كله هذا يعني احنا سوينا بايدينا مش انه في حدا وي هاف نو كومباني بيهايند اس يعني لهذا الموضوع. يس زي ما حكى على الاخر ثعبان واحد من الالبومز اللي احنا يعني كانت زي ما حكى رامي جورني تعلمنا فيه كيف نسوي هذا الشيء اون 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 اور اون. يعني عندك رامي وباز بيشتغلوا على الارت وورك رامي لحالهم. يس الميوزك ما كان في معانا بروديوسر زي زمان انه يوجهنا ايش نسوي. احنا نتوجه وين ما بدنا بنجرب عند هذا الريكوردينج انجينير بنجرب عند الريكوردينج انجينير ثاني كله كان يعني اشياء نتعلم منها. فهذا باخذ من وقت الباند كثير اصلا عشان تقدر تطلع لايف لانه برضه عشان تطلع لايف بدك تحضر اند بتبيع Yeah. طيب باش نرجع على الإذاعات غنية كما مثلا شخصي دائما اللي هي نعطى نجم نقوله روك فريندلي نعطى نجم تتعادى في أي إذاعة نعطى صار فيها ترند في الأردن تعديت في إذاعة من الإذاعات أو على الأقل في الحس الأندرغراوند اللي الوحيدة اللي هي موجودة إذاعت بإذاعة أردنية. لما يعني كل الألبوم تقريبا أول ما نزل كان في يعني تراكشن عليه ببعض الإذاعات يعني إذاعة واحدة أو اثنين بالأردن وبس الفوكس هو كان التركيز أكثر أونلاين على الأونلاين بلاتفورمز. يعني حاولنا يكون طريقة الريليس تكون سهلة لكل الفانز يوصلوا لكل أغاني طريقة سهلة وحاولنا نعمل فيجوالز لكل الأغاني يعني واستخدمنا تكنولوجي جديدة يعني ببعض في ميوزك فيديو لأرتوازي معمول بالذكاء الاصطناعي كامل يعني إنه ما فيش أي يعني كل الارت والكونتنت تبع الفيديو كليب ما في بني آدم اشتغل فيه كله كمبيوتر وذكاء اصطناعي and so on. واضح. يس الالبوم هو ثعبان وفما غنية اسمها ثعبان كيفاش نجم نقدموها؟ بدي حدا تاني يقدمها عنا بالضبط. ثعبان؟ لا wait for it. لا اللي فيها يعني ثعبان اتوقع ثعبان باسم حاول شوي يطلع من راسه يطلع من هالسيستم شوي موضوع ثعبان فيها ايبو كثير حلو عمر سواه اللي هو الايبو اللي بيمشي على كل الاغنيه وهو بيعطيك شعور الثعبان. حاولنا يعني لما تسمع الاغنيه تحس بثعبان. ايبو اللي هو زي تكنيك البو تبع الفايلن
بس الكترونيك بيكون على الجيتار فبيعطيك تاثير انه في سستين ضل مكمل. يس اوكي نسمع اخر زفير في ثعبان. جواجم مع كريم بن عمر على ديوان اف ام. ومنيش وحدي معايا عمرو باسم ورامي من اخر زفير لايف من عمان في الاردن. نجم نقولوا لي الاغنيه هذيا ثعبان انا حسيت انفلونس كبيره تاع ديفتونز. باسم حتى في الاغنيه نتاعك نعطى انت متاثر برشا بشينو مورينو المغني تاع ديفتونز. يعني طبعا 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 عمي عمك عمي كل طبعا يستحب كثير اكبر مني بعشر سنين. فلما يعني لما كانوا ديفتونز لما طلعوا اراوند ذا فير انا كنت تينيجر وهذا الالبوم غير لي حياتي يعني جد بحكي. يس وشنو الاغنيه شنو الاغنيه اللي تحبهم من ديفتونز؟ باك تو سكول يعني باك تو سكول ماي اون سامر فيتي تشيرا كثير بحبها. كل شيء حلو لديفتونز اكشلي. ما الحلو بديفتونز انه ما برا 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 الزمن يعني ما بتقدر لما تسمعهم ما بتعرف باي سنه اجوا. تايمليس كثير فاهم كيف دائما عند وذي دونت كومبرومايز الستايل تبعهم المره واضح يعني بتقول ديفتونز يعني. دونك الالبوم تاعكم اسمه ثعبان. حسين كنت نجم تحط التصويره نتاع تاع الالبوم نتاع على اللايف على الفيسبوك كنت نجم تفسر لنا الصوره اللي اخترتوها نتاع تاع ثعبان نتاع كيفاش يقولوا نتاع البوش ديال الالبوم تاع ثعبان. يس الارت وورك الصوره يعني هي صوره عن جديه لموديل جبناها ويعني بدي أبلش لسه بقبل هو الماسك. إحنا سوينا الماسك مع أرتست أردنية شيرين قطينة هي اللي سوت الماسك وسوينا فوتوشوت لموديل وطلعت هاي النتيجة زي ما أنت شايف وحولناها لبينتينج بالضبط لبروش بينتينج. والفكرة تبعت الصورة اللي هو يعني فكرة تبعت الألبوم كلياته الثعبان اللي هو البريمونيشن أو إنه لما تحس إنه في إشي سيء جاي بطريقك يعني فهم كيف لما كلنا منحس عنا هاي الغريزة إنه نحس بهذا الإشي. وبرضو الثعبان اللي هو الإشي اللي بغير البني آدم وبيبلعه وبسوي بني آدم تاني. فزي ما أنت شايف بالصورة هي بيسكلي هي لابس الماسك والثعبان هي الثعبان والثعبان بلعها بيسكلي هي جوات الثعبان يعني. يس اوكي بي توا نعطها الالبوم خرج فما كليبات اخرين باش يخرجوا من نعطها باش نجموا نشوفوهم على اليوتيوب نتاعكم. يس كل الالبوم موجود على اليوتيوب شانل اللي هي youtube.com/اخرزفير. اوكي وموجوده على كل الستريمينج بلاتفورمز. كل شيء بتفكر فيه موجود الالبوم عليه. بس انت كنت عم تسال اذا راح نطلع باش طلع نعطى كليبات جدد نعطى بون خاصه كليبات مصورين كيما مثلا تاع شخص دائم ولا حاجه كيما هكا نعطى خاطر الشخص دائم نعطى فيه يعني فيه سيناريزيشن يعني اذا في اغنيه تحتاج هذا الشيء فاهم كيف. بس التركيز الفترة الجاي بأنه يطلع الأغاني والفيجوالز تبعونهم يعني عشان تسوي كليب هذا مصاري ووقت وإديتينج It's a project يعني فمش أحلى project في العالم لما تكون أنت independent يعني تقدر بنفس الوقت تسوي بنفس المصاري تسوي أشياء تانية يعني الفانز بقدروا يسمعوا خمس أغاني زيادة بسعر الفيديو كليب فبتصير أنت توازن شو أهم. صحيح. بيه تو قبليك حكينا على السين تاع الأردن نشوفوا اللي نعطي فما برشا صعوبات ما بين نعطي باش الروك يكون موجود خاصة في الأردن.
ونشوفوا اللي فما مجموعات سيدة نعطى معروفة برشا نعطى كيما جدل نحل قوس جدل باش يكونوا موجودين في جان في نورمالمون نعطى ان شاء الله في في جان في 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 حفلة في تونس شهر واحد اوتوستراد المربع. هل فما تعاون ما بين المجموعات؟ هل فما سوليداريتي؟ هل فما نعطى تعاونوا بعضكم؟ هلا ان جنرال كل الميوزيشنز بالاردن كوميونيتي واحده, يعني احنا كلنا بنعزف مع كل حدا, يعني حلو الجام سيشنز بنشوف كل الميوزيشنز بنقعد مع بعض بنحكي. يعني التعاون اكثر, يعني هو اعتقد السبورت اللي السبورت سيستم تاع المجموعات بالاردن هي الميوزيشنز نفسهم جاي منهم السبورت, يعني جاي من نفس اللوكال ميوزيشنز. واضح. دونك فما لحمة, هذه حاجة مهمة ياسر. فما بلدان أخرى كما مثلا في مصر نعطم فما شكل تعاون كبير ياسر ما بين المجموعات حسب ما اللي فهمت. دونك هذه حاجة باهية نعطي اللي موجودة عندكم. أوكي الولاد, الوقت تعدى فيسع فيسع. آخر كلمة, آخر كلمة, شكرا لديوان اف ام طبعا. ثانك يو كتير أنكم حكيتوا معنا وسألتونا كل هالأسئلة. وبكرة تونس, good luck تونس, good luck تونس, كلنا بنشجع تونس. خدوا أي خدوا ماذا ساعتين ضد الدنمارك كيف كاس العالم. وهوبفلي بنرجع نحكي أخبار جديدة على ديوان اف ام على جواجم كل الأبديتس. إن شاء الله نشوفكم لايف بتونس. ياس إن شاء الله نشوفكم لايف بتونس أكيد. أي إن شاء الله نعطى جيو لايف لتونس. بون هذا نعطى نحل نداء اللي نظموا الحفلات في تونس آخر زفير. سمعتوا شوية أغنية متاعكم تاع المجموعة هذية. أنا نتصور اللي الأغاني متاعكم نعطى باش يكونوا قوية ياسر وقت اللي تعزفوهم لايف. آخر كلمة باش تكون خاتم في 30 ثانية اش نجم نقولوا عليها؟ خاتم هي زي بروبوزل, هي خاتم تعطي لبنت يعني لما تطلب بيدها. وبرضو خاتم المعنى الثاني اللي هو يعني الخاتم اللي هو النهاية اللي بختم الإشي. فيا تفضل. خاتم وثعبان هذول الأغنيتين. أنا لما دخلت على الباند بأول ريهرسل مع الشباب 30 ثانية ضل 10 كانت عملنا أغنيتين بالضبط. بعدين إنه باسم خلص إنه مش مفروض يشوفني كيف حافظ الأغاني وهذا, قال تمام أنا معي أغنية جديدة شباب بدنا نعملها. طب أنا مش عارف حالي, أنا معاكم في الباند أنا مش معاكم. خلص عملنا خاتم, وكانت أول أغنية بأول ريهرسل لي مع آخر زفير بتنعمل كانت خاتم. كان جايبها كاتبها بسدني وجايبها معي عمامة. It's a special song for عمامة. اوكي خاتم باش نختموا بها الحوار. شكرا عمر, شكرا باسم, شكرا رامي, والى اللقاء وان شاء الله نشوفكم في حفله في تونس. نوفيو اخر زفير بغنيه خاتم. باي.